يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بالمفطرات المعنوية في تعريف الصيام هي المعاصي كالغيبة والنميمة؟ وهل ذكرها في التعريف دلالة على أنها تفطر الصائم؟ تفطره معنويا بمعنى أنها تنقص ثوابه أو تبطله نهائيا فلا يكون له أجر، فهي مفطرات معنوية بمعنى أنها تنقص الأجر أو تبطل الأجر، هذا معنى المعنوية. أما الحسية إنها تبطل الصيام ويلزم قضاؤه، أما ذي المعنوية فإنها تبطل ثوابه ولا يؤمر بالقضاء لأنه صام. نعم.